المساجد محل العبادة، فلا يجوز أن يوضع فيها قبر، ولذلك إذا وضع فيها قبر فيجب أن ينبش وأن يوضع في المقابر، مقابر المسلمين. فإن بني على القبر مسجد وجب هدم هذا المسجد، لأنه كمسجد الضرار، ما بني على تقوى من الله عز وجل ولا على رضوان من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لو قيل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد النبوي، وهذه شبهة أجبت عنها في موضع آخر بتفصيل، لو قيل بذلك فليس بصحيح. هو صلى الله عليه وآله وسلم الذي بنى المسجد، فكيف يبني المسجد على قبره؟ إنما دفن صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة، فلما جاءت الدولة الأموية ووسعت المسجد النبوي وسعته من جهة حجرة عائشة، ولم يتفق السلف في ذلك بل خالف بعضهم، لكن قوة السلطة أقرت هذه التوسعة، ومن ثم دخلت الحجرة في المسجد النبوي، والحجرة دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدفن صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد.